الصليب اعتصم للأسرة كلها، مش عشان خاطر أخوي، عشان كل الأسرة، عشان هذا واجب علينا. بالنسبة لمحمد، إحنا بصب عليك يا محمد بقول لك كل عام وأنت بخير يا أخو، يعني 14 عام ما يكونش معانا في رمضان، يعني الواحد أخوه يوم بيقدرش يستغنى عنه. أنا 14 عام ما شفتش أخويا، يعني عشان هيك أنا بطالب الصليب الأحمر، بطالب العالم كله إنه يساهموا معانا في قضية الأسرة، لأن قضية الأسرة واجب علينا ولازم الكل لازم يحترمها. يعني أنا أخت أسير، أخت أسير يعني محرومة من أخويا، ممنوع من الزيارة، ممنوع أشوفه، ممنوع أمسك إيده، يعني والله العظيم ظلم. يعني في رمضان بنقعد نفطر، والله العظيم يعني في حاجة ناقصة. أخويا مش موجود معايا، ولا بقعد ولا بفطر ولا حاجة، حتى الزيارات مرفوضين، ولا منشوفه ولا زيارة ولا مكالمة، يعني مقطوع من ولا حاجة، بنعرف حاجة عنه. يعني هاي له سنتين ما مرفوض من الزيارة، ممنوع. ليش؟ عشانه بالعزل، عشانه بالعزل. احنا بنطالب الصليب الأحمر انه يباشر، انه يعني يساهم معنا، نعرف اخبارهم. يعني انا كل اثنين باجي، كل اثنين باجي على الفاضي، فيش حد متحرك.